معلوم بدي اتجوزها. لك هلا شو طلبت انا؟ بس كانه السيره يعني معكرتك كثير. مو هي هي السيره اللي معكرتني. يلي معكرني قتل حكمات. بدي اعرف مين قتله. شاكك بحدا؟ شاكك فيه؟ بمين بدي شك يعني؟ امشي. شاهر باشا بده يشوفك. جاد باب المحكمة؟ أول ما وصل راح على المحكمة. جاد صلب وعنيد من لما دخل على السجن بسب وبيشتم وبيهدد. بيشتم ويهدد مين؟ أزمي في نوعين من البشر. نوع مثل جاد صلب وما بيخاف، ونوع طيب وبسيط بيشتغل من تم ساكت. والأخطر هو النوع الأول. بس كده جاد هيعمل لنا مشاكل في المحكمة. رح نشوف شاهر باشا شو محضر. رستم باشا، أنا عايز أرجع على الشام. أنكار إنكير. اتحرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو حالك؟ السلام عليكم.